طبعا النادي منذ تحرير مدينة الموصل أصبح ركام وخراب، فحقيقة جهود الهيئة الإدارية ومن خلال التمويل الذاتي قمنا بإعمار ما نقدر من إعماره داخل النادي، لكن تكون مثلا قاعة متعددة الأغراض وقاعة الجمباز تحتاج إلى مبالغ طائلة لا يمكن القيام بإعمارها مرة ثانية من قبل إدارة النادي. فمنذ عام 2018 أجرينا كشوفات وقدمناها للمحافظة، ولحد الآن تراوح في مكانها لأنه قاعة متعددة الأغراض لأكثر من 5-6 لعبات، فهذه الكشف يعني موجود حاليا بالمحافظة، ونتمنى من المحافظة نينوى والسيد محافظ نينوى بالإسراع بتقديم الكشف لغرض إنجاز هذه القاعة المتعددة الأغراض. طبعا بالمدينة الموصل خاصة نادي الفتوة ونادي الموصل الرياضي، يعني أكثر النوادي اللي تعرضت إلى خراب ودمار تقدر تقول 90%، فيحتاج إلى دعم حكومي من أجل إقامة هذه القاعات الرياضية، بحيث حال الحاضر الرياضة أصبحت صفر، لا يوجد أي منشأ رياضي حتى يقدر اللاعب لأي لعبة معينة يمارس هوايته ويحاول الإبداع والتوصل إلى نتائج ترضي الجمهور الرياضي. فنحتاج إلى دعم حكومي من أجل بناء هذه القاعات والأندية، لأنه إدارة النوادي كلها لا تستطيع بناء قاعة أو إلا أمور بسيطة. يعني إحنا من خلال التمويل الذاتي اللي نتمتع به قدرنا أنه نبني هذه الإدارة، وأيضا تم الساحات نظمنا وبعض الأمور، لكن مثلا القاعة اللي متعددة الأغراض لم نقدر على بنائها. وسبقا قلت أنه قدمنا كشف من عام 2018 ولحد الآن لم يتم العمل به أو تقديمه من أجل إعادة إعمار هذه القاعة المتعددة الأغراض. والله نطالب من الحكومة بأن شوية تلتفت على الرياضيين، على الأندية، كلها مدمرة. سنادينا نادي الفتوة الرياضي، قاعة الجمباز مدمرة، قاعة اليد مدمرة، يعني القاعات كلها تعبانة. نادينا كان الدمار ماله 80-90%، جينا عليه خرابة. ونشكر رئيس النادي والهيئة الإدارية شوية شوية قام نعمر بينه ونرتب ونمشي الأمور. والله كله تموين ذاتي من النادي، من عندنا يعني كم مكان يجينا منه وارد نجمعه ونصرف، نوب نعمل القاعة مع الحديد، نوب الإدارة، نوب نجيب النميز ونمشيها. ماكو كل شيء، ماكو أي دعم. الحكومة لازم شوية تلتفت علينا، مكان ما هاي الأندية كلها مفلشة، والمنظر الموصل بالرياضة، نحن لا رياضة ولا كل شيء.